إذا للحديث عن الانتهاكات في السجون الحكومية في ظل تبعية السجون للأحزاب والميليشيات، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. دكتورة فاطمة، سلام الله عليك. بداية، هل يجوز قانونا أن يكون للأحزاب والميليشيات سجون خاصة بها، أو يعني تتحكم بالسجون الحكومية؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. في الحقيقة لا يحق لأي ميليشيا أو لأي حزب مهما كانت سلطته أن يتحكم بمصير أي مواطن عراقي. السجون كما هو معروف في العالم يعني تقع تحت حماية الدولة وتحت سلطة الدولة فقط لا أكثر ولا أقل، أما أي جهة مسلحة أخرى فهذا لا يعتبر أصلاً احتجاز ولا اعتقال، بل هذا اختطاف وتغييب قسري. في العراق مع الأسف الشديد نعرف جيداً أن هناك سجون الحكومية وسجون وزارة العدل ووزارة الداخلية أو حتى وزارة الدفاع، ولكن مع الأسف هناك تنتشر ظاهرة السجون السرية في العراق التابعة لمختلف الميليشيات، لمختلف الأحزاب الآن التي تتحكم في المشهد في العراق، وتمارس في الحقيقة في هذه السجون يعني مختلف وشتى صنوف التعذيب ضد جميع من يتم اعتقالهم وتغيبهم في هذه السجون. نعم. دكتورة فاطمة، يعني ماذا عن السجون التي أكد بيان الميثاق الوطني العراقي، أكد البيان أنها أصبحت بيد الميليشيات والأحزاب، ما هي أوضاع المعتقلين فيها؟ يعني منذ فترة طويلة بسطت الميليشيات سيطرتها على جميع السجون في العراق، وتمارس فيها في الحقيقة جميع أنواع التعذيب. السجون تعاني من الاكتظاظ، السجون تعاني من وجود حالات مرضية مستعصية دون أي اهتمام طبي، النظافة لا وجود لها في هذه السجون إلا في بعض بعض الأماكن فقط التي يعني يتوقعون أن تخضع لتفتيش أو تم زيارتها. إضافة إلى ذلك المعاملة السيئة، سرقة المواد الغذائية. الحقيقة أثبتت الكثير من التقارير وجود فساد حقيقي في السجون. يعني داخل السجون يخضع المعتقلون إلى شتى أنواع الترهيب والابتزاز من عليهم وعلى حتى عوائلهم خارج السجون، وحقيقة الكثير من الشهادات المؤلمة التي تثبت أن هناك عوائل بعد حتى منازلها فقدت منازلها من أجل أن تتواصل حتى مجرد تواصل مع أبنائها. الكثير الحقيقة من الانتهاكات، ولا بد أن نذكر هنا أن حتى المنظمات الحقوقية ممنوعة حتى من زيارة السجون، ممنوعة من التفتيش على إلا في بعض الحالات النادرة عندما تسمح هذه الميليشيات بأن يأتي المراقبون لأماكن فقط معينة كي يثبتوا أنهم يعني ملتزمون بالمعايير الدولية، والحقيقة هم لا يوجد لديهم أي التزام بها. والآن يتم حتى في ظرف كورونا فيروس يتم استغلال السجون بالسفية حتى زيارات منعت عن المساجين. يعني كل هذا أضاف يعني مشاكل كبيرة على مشاكل السجناء التي أصلا يعانون منها والأوضاع السيئة التي يعانون منها. دكتورة فاطمة، من خلال متابعتكم، هل تختلف معاملة السجناء في السجون الحكومية عنها في الميليشيات؟ يعني هل هناك فرق في التعامل مع السجناء؟ نعم، مع الأسف الشديد لا يوجد أي فرق، لا يختلف الأمر. حتى السجون التي تخضع إلى الدولة ورقابة كما يقولون رقابة القانون، في الحقيقة هي لا يوجد هناك أي رقابة للقانون، ولا يوجد هناك لأي حق من حقوق السجناء داخل هذه السجون، وبالتالي فهي لا تختلف سوى أن من يوجدون داخل هذه السجون نعرف بعض الحقائق عنهم، أما الذين في سجون الأحزاب والميليشيات في الحقيقة هم مغيبون ولا نعرف ولا نستطيع التوصل لأي معلومات عنهم. أما الأوضاع هي نفس الأوضاع ولا يوجد أي اختلاف بينهما. هنا لماذا تمنع السلطات القضائية من أن تتدخل
لمنع التجاوزات الحاصلة بالسجون من ابتزاز للمعتقلين وأيضا التعذيب وغيره من الانتهاكات في العراق، لماذا تمنع السلطات القضائية في التدخل لمنع هكذا الأعمال الإجرامية؟ الحقيقة السلطات القضائية أصلا هي مسيسة، وبالتالي لا يوجد من يمنعها إذا أرادت أن تفرض سلطتها. معروفة السلطة لدى القضاء، معروفة على مستوى العالم، وفي كل العالم تمارس السلطات القضائية واجباتها من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين. أما في العراق فهو الذي يحدث هو العكس. السلطات القضائية جميعها تابعة لأحزاب، جميعها تابعة للميليشيات. الميليشيات تستطيع أن تأمرها بغلق الملفات وتستطيع أن تأمرها بفتح أي ملفات. الأحزاب تمارس على العكس، يعني تمارس على القضاء وتستخدم القضاء من أجل تنفيذ رغباتها، خاصة في استلام مناصب الحكومية أو في الانتخابات، في تزوير الانتخابات أو غيرها. لا توجد سلطة قضائية مع الأسف مستقلة في العراق، ولذلك يحدث كل هذا الظلم ويحدث كل هذا الفساد في العراق. دكتورة فاطمة، دعوتم في الميثاق الوطني العراقي إلى وضع المجتمع الدولي السجون في العراق تحت الحماية الدولية، هل يمكن التعويل على المنظمات الدولية في إيقاف هذه المجازر وهذه الأحداث التي تجري في السجون العراقية؟ في الحقيقة يعني لا بد من تدخل المجتمع الدولي، خاصة وأن المجتمع الدولي قد شخص أن هناك أولا ضعف لدى السلطات القضائية، وضعف حتى في القوانين العراقية وتنفيذها، وعدم تطور في الحقيقة يعني استحداث قوانين جديدة تحافظ على حقوق المواطنين، خاصة وأن الآن هناك جرائم عديدة ترتكب في العراق ولا يوجد لها تصنيف حتى في القوانين العراقية إلا يعني بعض البنود التي تؤكد على وجود مثل هذه الجرائم، ولذلك لا بد من تدخل المجتمع الدولي، خاصة أن يعني لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معنية بهذا الموضوع بصورة مباشرة، وترفع لها تقارير مستمرة توثق هذه الانتهاكات، ومن حقها أن حتى تقرر تعليق عضوية العراق في الأمم المتحدة أو تفرض عقوبات على العراق حسب القوانين المعروفة والمتعارف عليها دوليا. الدكتورة فاطمة العاني، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكم.